السلام عليكم مشاهدينا الكرام. في العشر الاواخر من شهر رمضان الكريم. في هذه الانوار، في هذه الرحمات التي نعيش ايامها. تتغير كثير من الامور وتتبدل. شهر رمضان الكريم الذي عشنا فيه غزوه بدر المباركه وفتح مكه المباركه، وان شاء الله ايام قليله ونعيش ليله القدر. التي هي خير من الف شهر. كيف هي احوالنا اليوم ونحن نرى ماذا يدور في هذه الأمة ماذا حمل السيف الذي حمله البعض وغير الصورة وغير الكثير من التفاصيل اليوم التي تنتصر على الأعداء الأعداء الذين جاءوا من الخارج لأنه لا نصر لسوريين على سوري السوري اليوم الذي بدأ بالعودة السوري اليوم الذي يعيش مع أخيه العراقي انتصارا على الحدود الذي صنعها المحتل قبل مئة عام بينما من صنع الإرهاب بدأ بنهش لحم بعض وللأسف يحاربون بعض ويقتلون بعض ويحاصرون بعض على حساب شعوب ربما حذرت سوريا منذ بداية الحرب عليها بأنها سوف تنتقل إلى الجميع ليس تهديدا كما يقول ضيفنا الكريم لكن هي نصيحة كانت لأن الدماء حينما تسيل لن تتوقف دعونا نعود إلى هذه الرحمة في هذا الشهر الكريم ما بين بدر وفتح نتناقش فيه ان شاء الله ونحن نطل عليكم في هذا الحوار الخاص من جامع بني اميه الكبير وسط مدينه دمشق التي تعيش خيرا وسلاما منذ ايام بفضل دماء شهدائها مع من نحن بضيافته صاحب السماحه مفتي الجمهوريه العربيه السوريه فضيله الشيخ الدكتور احمد بدر الدين حسون السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحياكم الله اوله رحمه واخره مغفره واوسطه مغفره واخره عتق من النار في هذه اللحظات التي نطل بها من هذه الفضائيه التي صمدت مع اعلام سوري تالق خلال سنوات ست بصمود شعب وجيش وقائد نستقبل في هذه اللحظات ذكرى بدر والفتح وما يحزنني حقيقه انني مررت على الاعلام العربي خلال الايام الاربعه الماضيه لابحث عن بدر في اعلامنا وعن الفتح في فكرنا فوجدتهما منسيان من اعلامنا الديني العربي والاسلامي مقابل الفوضى التي تكتنف الان الساحه الاسلاميه والعربيه ومع أن غزوة فتح غزوة بدر وفتح مكة لو أعدنا قراءتهما الآن بتأمل لوجدنا لو أنهما تتطابقان مع واقعنا الذي نعيشه اليوم في مجتمعنا الإنساني والإسلامي والعربي فالله تعالى يقول لحبيبه صلى الله عليه وآله وسلم ويقول الأنبياء وذكرهم بأيام الله فالذي لا يعرف تاريخه لا يبني حاضرة ولا يصنع مستقبلة فنحن أمة أراد عدونا أن ننسى تاريخنا لكي لا يكون لنا ضياء شوهوه وحاولوا أن يطمسوا هذا التاريخ وأن يحولوه إلى تاريخ إجرام وسفك دماء وقتل وكثيرا ما سمعت بعض الإخوة من المحللين والمثقفين العرب بعض الإخوة وليس كلهم من لم يقرا التاريخ قراءه متانيه فاعتبروا ان غزوات الرسول صلى الله عليه صلى واله صلى وسلم, وسلم هي غزوات لينشر دينه بالسيف اولا ما احب ان اقف عنده ان كل غزوه وفتح من فتوحات الاسلام وغزواته ما كانت لنشر الدين انما كانت لرد الاعتداء واعاده الحقوق لم ينشر الاسلام بالسيف فدين, فدين ينشر بالسيف يخرج بالعصا فالله تعالى حينما خلق الكون واوجده هو الذي صنع الانسان وصنع له طرقا وهدى ومسيره يمشي فيها وترك له حريه الاختيار فقال: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه الايه لو عدنا اليها بتان لوجدنا ان الدين الذي ياتي بالقوه والقهر والازلال يتمرد عليه الناس ويرفضونه لذلك نجد الانظمه السياسيه التي تسيطر على الناس بالقهر والقوه وتجمل صورتها لا بد ان تسقط بعد مده وانظر الى كل المراحل السياسيه في دوله الفرس والروماني وما مر ايضا من قبلها ومن بعدها التتار والفرنجة الذين والاستعمار العثماني والاستعمار الفرنجة الذين جاؤوا الى بلادنا بالقهر ماذا كانت النتيجه الذين دمروا بغداد ماذا كانت النتيجه الذين استباحوا القدس 900 سنه ما كانت النتيجة ان الشعوب رفضتهم وان الامم قاومتهم وردتهم على اعقابهم فالدين لا يدخل بالقوة والقهر انما يدخل بالحب ويدخل بالاقتناع فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى لذلك احببت ان يكون لقاؤنا ما بين بدر والفتح وبدر لو سألتني عنها قبل أربعين سنة لأجبتك بعنف الشباب أنها أول غزوة انتصر فيها الإسلام وأول غزوة انتصر فيها الرسول وأول اليوم حينما أدرس بدر وأدرس الفتح لماذا كانت بدر ولماذا كانت الفتح وهل النبي خرج يحمل سيفا على قريش ليذلهم وليقتلهم أعيد قراءة كل مسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعيد أيضا قراءة قرآننا الكريم بعدما مر في سوريا منذ ست سنوات حتى يومنا هذا أنا قرأت القرآن منذ عام 1951 52 أول مرة في حياتي وكان عمري أربع سنوات كنت أقرأها بعين حينما كبرت ورايت ماذا يفعل الصهاينه في فلسطين قراته بعين اخرى لما تحول الزمن وصارت الصراعات التي قراتها بين فرنسا والجزائر وبين الاستعمار البريطاني في الخليج العربي قرات القران بصوره اخرى اليوم بعد احداث 73 عام 73 ويومنا هذا اقرا القران قراءه جديده وكانه كان يقول لي انظر الى كل هذه الاحداث التي مرت في تاريخكم العربي والاسلامي والعالمي انها مؤرخه في القران ولكن مشكلتكم انكم لم تقراوا القران بعيون زمانكم انما قراتم القران بعيون القرطبي رحمه الله والرازي وابن كثير وبعضكم قراه بعيون اخرى بعيون طائفيه ومذهبيه وحزبيه وما قراتم القران على انه كتاب الله الخالد لكل زمان ومكان فحينما اقرا سوره الاسراء في اول عشر ايات وهي تتحدث عن بني اسرائيل ثم ادخل الى السوره كلها لتتحدث عن بناء المجتمع الاسلامي بالاخلاق والقيم فاذا بنا وقفنا عند اول سوره الاسراء كيف أن بني إسرائيل سيدخلون فلسطين وكيف سنردهم ولكن باقي والأخلاق. الصورة الأمة التي ترد هؤلاء يجب أن تكون أمة تملك أخلاقا وقيما وثقافة وحبا لا أمة متناحرة متقاتلة يقتل أبناؤها بعضهم بعضا على أساس عقائدي أو مذهبي أو ديني لذلك كانت بدر بالنسبة لي بعد هذه السنوات الخمسين مدرسة أخرى درستها بهدوء أولاً نعرف أن المسلمين مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه الصلاة والسلام مكثوا في مكة ثلاثة عشرة سنة 13 سنة لا يطلبون من قريش إلا شيء واحد حرية المعتقد حرية العبادة لا إكراه في الدين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لكم دينكم ولي دين لا اكرهكم على ما انا فيه ولا تكرهوني على ان اعبد اصنامكم ولكن خلال ثلاثه عشر سنه ماذا فعلوا ما تركوا ازيه الا فعلوها بالنبي صلى الله عليه وسلم وفعلوها بالصحابه تصور انهم سجنوا النبي وعشيرته وعائلته ثلاث سنوات في شعب حتى الان اسمه شعب ابي طالب منعوا الطعام والشراب لما لاختلاف العقيده فقط لان قريش تريد ان تعبد الاصنام والنبي صلى الله عليه وسلم جاء يعبد الواحد القهار فقط لا ذنب للنبي معهم الا انه جاء ليكون له عقيده في الله عز وجل وهم يجبرونه على ان يكون في عقيدتهم لذلك كان يقول لهم يا معشر قريش لو كذبت الناس جميعا ما كذبتكم لو غششت الناس جميعا ما غششتكم من انا قبل الرساله قبل الرساله كان اسمه الصادق الامين اربعون سنه لم يملك رساله صلى الله عليه وسلم انما ملك اخلاقا فكل واحد يريد ان يحمل رساله ان لم يكن قاعدته اخلاقيه فهنا مشكلتنا اليوم في مجتمعنا الاسلامي حينما ارى الدعاه في كل صباح يغيرون اقوالهم فداعيه كبير يوما يقف مع سوريا ويوما يقف مع قطر ويوما يقف مع مصر ويوما يقف مع السعوديه ويوما يامر بقتل رئيس ثم يتراجع ثم اين القاعده الاخلاقيه في حياتك؟ فالنبي صلى الله عليه واله وسلم كان, وسلم. كان له قاعده اخلاقيه ما تغيرت قبل الاسلام وبعد الاسلام، هو الصادق الامين فلما حمل دعوته منعوه وصلوا الى مرحله انهم وضعوا على راسه فرس جزور وهو ساجد منعوه من الطعام والشراب سنوات ثلاث لم يستطيعوا ان يصلوا اليه جسديا وصلوا الى عمار وسميه وياسر فصلبوهم على الجدران تصور ماذا يفعل اليوم اعداء هذه الامه الذين يلبسون ثوب الدين ماذا فعلوا في الرقه؟ ماذا فعلوا في الموصل؟ ماذا فعلوا بالعراق؟ هذه السيارات المفخخه، كيف يقتلون الاولاد؟ كيف انظر الى قريش ماذا فعلت؟ هم لماذا يفعلون ذلك هؤلاء؟ يفعلونه باسم اقامه دوله اسلاميه، ومتى اقيمت دوله اسلاميه؟ لم يكن في تاريخ دولة فالدولة اسلامية اما دولة الخلفاء الراشدين او الدولة الاموية او العباسية او العثمانية فالدولة نصنعها نحن والله يصنع الانسان فالانسان مسلم او مسيحي ولكن الدوله التي اقامها الرسول في المدينه دوله مدنيه لا دينيه وهذه الكلمه قد تزعج البعض ولكن اقول لهم عودوا الى وثيقه المدينه المنوره التي كتبها الرسول صلى الله عليه وسلم <applause> امر بكتابتها كان فيها اليهود وكان فيها المشركون وكان فيها قبائل عربيه على انهم امه واحده على من عاداهم تصور في المدينه يهود، وتصور انهم مشركون، ومسلمون بقياده رسولنا صلى الله عليه وسلم، يكتبون وثيقه على انهم امه واحده على من عداهم، وتصور اليوم الامه العربيه التي تدين بالاسلام وهي تقتل بعضها بعضا، فتصور انه بنى صلى الله عليه وسلم صحيح. معاهده اسمها وثيقه المدينه المنوره ليبني اول مدينه مدنيه. فاليهود لا يؤمنون به رسولا والتزموا بالوثيقة التزموا بها على أنها قانون مدني لا ديني فلو كان دينيا لأنكرهم أو لأنكروه والمشركون وقعوا وقع بعضهم على ذلك لذلك صبر رسول الله ثلاثة عشر سنة عليه الصلاة والسلام. هجروا سبعين من أهله وابنته صلى الله عليه وسلم مع سيدنا عثمان إلى أين؟ تصور حينما تهجر من ارضك من اجل عقيدتك وانت ترى اليوم من يهجر من الموصل ومن هجر من الرقه ومن هجر من دير الزور ومن هجر من شرق حلب ومن هجر من كل المدن التي دخلها هؤلاء الذين يسمون انفسهم مجاهدين هجروا الناس لماذا؟ كتهجير قريش للمسلمين منذ 1400 سنه الى اين هاجر هؤلاء المسلمون؟ نعم وهذا ما أُناه. اليوم انبه عليه هاجر المسلمون الى الحبشه من في الحبشه ولماذا للحبشه؟ لغتهم غير لغتنا دينهم غير ديننا قال رسول الله كلمه قال اذهبوا الى الحبشه فان فيها ملك لا يظلم من استجار به وهو نصراني فاذا العدل هو المطلوب لذلك وليس الدين وليس الدين حتى اسم غزوه الدين علاقه بينك وبين الله أما العدل بيني وبينك حتى اسم غزوة بدر استخدموه لذلك غزوة في إجرامهم بدر. في سوريا والعراق نعم استعملوا بدرا استعملوا فتح كتائب الفتح وكتائب بدر عودوا إلى بدر فاسألوا لما كانت بدر عودوا إلى الفتح فاسألوا لما كانت الفتح عودوا إلى أحد فاسألوا لماذا كانت أحد فبعد ثلاثة عشر سنة من الظلم الشديد على النبي وأصحابه تركوا اموالهم وتركوا ارضهم وهاجروا الى المدينه. وبعد سنوات ثلاث بلغ النبي صلى الله عليه واله وسلم ان تجاره لقريش ستذهب الى الشام وتمر قرب المدينه. فخرج ليسترد اموال المسلمين التي صودرت منهم ولم يخرج لنشر دين او لقتل المشركين. خرج لاسترداد. ماله الذي صودر ومال اصحابه فلما وصل الى بدر راى مكه قد خرجت لتقاتله ما اكتفت بقتال ثلاثه عشر سنه انما عادت لتقاتله مره اخرى وانظر انه خرج من المدينه لا بسلاح حربي 300 من المقاتلين معهم فرسان قريش خرجت من مكه الف مقاتل معها 120 فرس 200 ناقة يعني بكامل أجهزتها الحربية وهذا السر في انتصار سوريا اليوم على هؤلاء الذين زودوا بكل أسلحة الدنيا ولكن الصمود وصبر أبناء هذا المجتمع هو الذي نصرنا على مئة دولة كانت معهم لذلك قريش جاءت لتنتصر على هؤلاء الذين أكلت حقوقهم وسرقت أموالهم ومنعوا من ممارسه حريتهم الدينيه ووقف رسول الله في بدر وبدا ينظر اليهم الف مقاتل بكل عتادهم الحربي وثلاثمائه خرجوا فقط لاسترداد مالهم فدمعت عيناه وقال اللهم انا ما خرجنا بطرا ولا رياء انما خرجنا للحق فانهم عراه فكسهم وانهم ضعفاء فقوهم وانهم جائعون فاطعمهم وانهم ضعفاء فانصرهم ودمعت عيناه دمعت عيناه وهو يرى انه لم يخرج لقتال ولا يريد قتالا انما خرج لاسترداد حق فلما جلس في العريش وصلى ركعات وسجد وهو يبكي يقول ابو بكر رضي الله عنه وسمعت بكاءه وهو يدعو لاهل بدر ما خرجوا للقتل ولا للقتال فما من نيه النبي ان يقتل احدا ولا من نيه النبي ان يضرب وما من نبي قتل. سيدنا نوح، سيدنا ابراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد. اعطوني انهم بدأوا حربا قط. بدئ بهم. سيدنا ابراهيم القي في النار. سيدنا موسى لوحق حتى القي في البحر. سيدنا عيسى حاولوا أن يصبوه سيدنا محمد حاولوا أن يقتلوه يوم الهجرة وسموه في خيبر إذا هم استعملوا كل إيذائهم وهو لم يستعمل ما من نبي استعمل السلاح للحرب إنما استعمل السلاح للدفاع عن حقوقه فقط لا أكثر فلما سجد وبكى رفع رأسه وقال أبشر يا أبا بكر فهذا جبريل ومعه الملائكة هنا أقف لأقول لهذه الأمة من الذي نصر سوريا اليوم مع مئة دولة جاءت ضدها والله إنه جيش قوي وقائد حكيم وشعب عظيم ولكن لولا مدد من الله لم تنتصر سوريا لولا فيض من الله لم ننتصر لأن الذين حشدوا وجاءوا جاءوا ليزلوا هذا الشعب ويفرقوه ويجعلوننا طوائف ومذاهب يقتل بعضنا بعضا كما فكروا يوما بالصومال وغيرها ثم انطلق رسول الله ليهيئ الصفوف 317 إنسان معهم فرسين والباقي كلهم مشاة حينما توجد المحبة بين القائد وجيشه وبين أبناء الجيش والأمة مع بعضهم البعض لا يخترقهم أحد ولو كانوا مئة ألف أمامهم فكان المسلمون هؤلاء 317 كل واحد يحب ان يفدي الاخر بنفسه بينهم حب عجيب وقد ورد هذا الحب في قصص كثيره ولكن اعرض واحده بين القائد وبين مجند القائد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قضيب وليس سيف فهو يمشي في الصفوف فيرى مجندا اسمه سواد يتقدم على الصف ليصل قبل غيره الى العدو فنقره رسول الله على بطنه بالقضيب وقال استوي يا سواد اي عد الى الجيش قف مع الصف فقال المتني يا رسول الله والله بعثك بالعدل انظر الى كلمه العدل والله بعثك بالحق بالعدل اريد ان اقتاد منك ليسمع هؤلاء من يقتلون الناس ويشنقونهم ويقطعون رؤوسهم خسئتم ما كنتم يوما مسلمين ولا مثلتم الاسلام يوما ابدا فهذا رسولنا يوم بدر يقترب منه سواد ويقول المتني يا رسول الله يقول ما تريد يقول ان اقتاد منك وهذه ارسلها الى حكام العالم العربي الذين يمشون وراءهم حرس وامامهم حرس ليروا كيف يمشي رئيسنا في الشوارع منذ ايام بلا حرس يمشي بين الناس ليروا هذه الصوره وانا مؤمن ان رئيسنا اليوم لو مشى في اي شارع من شوارع سوريا لمشت معه الجماهير وما احتاج الى حرس ابدا تصور انه يقترب من سواد يقول اقترب خذ العصا وجيش قريش امامه وجيش المسلمين امامه وزهل الناس أيضرب سواد رسول الله اسمعوا يا سادتي يا علماء المسلمين اسمعوا أيها الأئمة والدعاة أين التواضع أين الحب أين الإخاء فيما بينكم أين التناصح أين الرحمة اقترب سواد وبيده العصا والمسلمون في زهول والمشركون في ماذا يجري ماذا يجري لما هذا المجند يمسك قضيبا ويقترب من النبي صلى الله عليه وسلم وحين يقترب أنا لا أحكي قصة خرافية أقولها لبعض إخوتنا من الذين لا يؤمنون بقراءة التاريخ أنا أحكي قصة جرت أمام ثلاثمائة وسبعة عشر إنسان وأمام ألف مقاتل من المشركين رأوا هذه القصة شيئا سريا وليعودوا للتاريخ ليروها كما اقولها. فاقترب منه وقال ارفع ثوبك يا رسول الله فقد ضربتني وانا عاري. ضربتني على بطني وانا عاري. فرفع النبي عن بطنه وقال اقتد يا سواد. واقترب سواد ووصل الى جسد النبي فالقى العصا وضم النبي وراح يمرغ وجهه على بطن حبيبه صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله احببت ان القى الشهاده اليوم، ان اكون شهيدا، فاردت ان يكون اخر عهدي في هذه الدنيا ان يمس وجهي شيء من جسدك الشريف فالقى الله بذلك. هذا هو الذي صنع بدر. هذا الحب بين القائد والمجند. هذا الحب بين الافراد والافراد. فكانت معركه بدر لاسترداد الحقوق. وبدات المعركه وانتهت خلال ساعات وقتل سبعون من المشركين واسر سبعون واستشهد سته عشر من المسلمين ومن بينهم سواد دفنهم رسول الله وصلى عليهم قريش هربت تركت اجساد زعمائها في الارض زعماء مكه اشد الناس ايذاء للنبي أقول لهؤلاء الذين صلبوا الناس صلبوا المسلمين صلبوا المسلمين وصلبوا المسيحيين وصلبوا الأزيديين عليكم من الله ما تستحقون ما كان الإسلام يوما هكذا إنما أنتم أعداء الإسلام الألداء فلما رأى أن المشركين فروا وتركوا جثث قادتهم أمر لم يشوه المسلمين في ذلك اليوم لم يقتربوا من جثه ليشوهوها لم يشوهوا ولم يتشفوا بها انما امرهم رسول الله ان يحملوا السبعين من الجثث وان يوضعوا في بئر جف ماؤه، ليس فيه ماء فوضعهم في بئر واحده واسمع ايها التاريخ واسمعوا يا مليار ونصف مسلم ما يزور به الاسلام اليوم ماذا قال هذا النبي لهؤلاء القتلى من المشركين الذين ثلاثة عشر سنة ما تركوا أزية إلا وأزوه بها ما تركوا سوءا إلا وفعلوه صادروا ماله قتلوا ما قتلوا من أصحابه سمية وياسر على الصليب وقف أمام البئر ونادى كان أبو جهل اسمه عمرو بن هشام كان يسمى بين الصحابة أبا جهل ما ناداه يا أبا جهل لأنه مات فوقف على القبر وعلى البئر وقال يا عمرو بن هشام يا عتبة يا شيبة يا وليد هؤلاء كلهم قتل هؤلاء الزعماء هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا أخرجتموني وآواني الناس منعتموني واعطاني الناس، اذيتموني وحماني الناس، ثم قال كلمه بئس القوم كنتم لنبيكم بئس القوم كنتم لنبيكم بئس القوم انتم يا من جعلتم الاسلام احزابا سياسيه ومذاهب عقائديه يشتم فيها بعضكم بعضا والاسلام دين واحد بئس انتم يا من حولتم الاسلام الى ايديولوجيات عائده لمشيخاتكم وجماعاتكم ومذاهبكم والاسلام انما جعلت فيه هذه المذاهب سراء وعطاء وفكرا لتكون ساحه حوار بين ابناء الامه الاسلاميه فقال عمر وهو يسمع النبي يحكي مع هؤلاء القاده من المشركين يقول يا رسول الله أتكلم جيفا قد أرمت أنتنت قال ما يا عمر أسكت لا تقل جيف ولقد كرمنا بني آدم هذا ابن آدم إن كان كافرا أو مؤمنا له حق ألا يسحل ألا تسرق أحشاؤه كما يسرقونها في مشافي تركيا ألا تسرق أحشاء الأطفال هؤلاء الذين اقسموا قسم ابيقراط وهم مسلمون او مسيحيون ويبيعون احشاء الاطفال اقول لهم لم يبق لكم من الاسلام شيئا ولا من المسيح شيئا قال مه يا عمر ما انت لاسمع مما اقول منهم ولكن لا يستطيعون اجابتي وعاد رسول الله الى مكه ومعه سبعون اسيرا نعم سبعون اسيرا ماذا فعل بهم؟ لم يعذبهم، لم يحرقهم تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها دخل او ام سلمه رضي الله عنها دخل لينام فسمع انين اسير انين اسير فخرج فراى الاسير مربوط وهو العباس عم النبي فقال العباس كان خارج مع المشركين نعم فقال وقد عاد إلى البيت يا أم سلمة ما احتملت النوم لأن العباس يئن في أسره فأرسلت إلى الحرس وكان بلال عليهم فكوا أسر العباس فكوا وثاقة ففكوا وثاقة فما عاد يسمع أنينة فخرج فرأى العباس قد فك وثاقه قال فكوا كل وثاق الأسرى ليش ربطين الكل إذا فككتم العباس منذ الستة أيام أخي أبا هادي أو أربع أيام استقبلت أربع نساء وثلاثة أطفال كانوا أسرى في دوما هم من أبناء سوريا مدرسات والله لقد أبكاني الأطفال بعضهم أسر وعمره ثلاث سنوات وأخرج وعمره ست سنوات ثلاث مدرسات وأخت كبيرة حكوا لي عن الجوع الذي يعانونه حكوا لي كيف جيء بالأطفال هذا ابن ثلاث سنوات وأخوه ووضعوا أمام أبيهم وهو مشبوح يعذب حتى مات فقالت المدرسة لمن شبح هذا الزوج ووضع أطفاله لما فعلت هذا؟ قال ليتعلموا لي البطولة يتعلموا البطولة في قتل أبيهم كالذي قتل أمه في الرقة وذبحها لذلك اقول لامتنا الاسلاميه، اسمعوا ماذا فعل بالاسرى صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. جمع الاسرى وقال لكم واحده من ثلاثه، اما ان تاتوا بالفداء، الفداء لماذا؟ لماذا يريد ان ياخذ استرداد الاموال التي سرقوها منهم، واما ان تعلموا من يقرأ منكم يعلم من أبنائنا من لا يقرأ يعني العلم صار فداء أو الثالثة تسلم فتكون مثلنا وما أجبرهم ما قالوا إذا ما بتسلموا بقتلكم أنا أعلم أن عددا واحد من شبابنا الذين كانوا في حلب وهو حافظ للقرآن اعتقل في الباب رايح يشوف أهله اعتقل في الباب وجدوا على تلفون العلم السوري أعدم لأن على تلفون العلم السوري وأنا اليوم أقسم بذلك أمام الله هذا ما فعله مجاهدوكم أعدم لأنه يحمل في تلفون العلم السوري ثم تقولون جهاد وتقولون ثورة إسلامية لذلك بدر علمتنا أن النبي ما جاء ليقتل أحدا انما جاء رحمه للعالمين فقال للاسرى لا. اما ان تعودوا الى بلدانكم وترسلوا الفداء ومن الاسرى صهره صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. صهره زوج زينب رضي الله عنها الع... ابو العاص بن الربيع فارسلت زينب عقدها لتفك زوجها فراى العقد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. واذ بهذا العقد قد اهداه يوما لخديجه وخديجة أهدته لزينب يوم عرسها فدمعت عيناه وقال للصحابة أتردون عقد زينب وتفكوا أسيرها؟ أليس هو القائد العام؟ أليس هو النبي؟ إنه يعلمنا العدل والرحمة والمحبة وليس القهر والإزلال هذه هي بدر في مجموعها الأول ما كانت لقتل وما كانت لذبح وما كانت لاستعلاء وما كانت لنشر الإسلام إنما كانت للدفاع عن الحقوق دخلنا الموصل نتابع الآن ماذا فعل هؤلاء اللي يسمون نفسهم مجاهدين نقارن ما بين ما دخلوا فيه وما حدث في فتح مكة فتح مكة وما دخلوا إليه من المدن دخلوا إلى الموصل إلى الفلوجة إلى سنجار إلى الرقة إلى الرقة، الآن هم في إدلب واسأل أهل إدلب ماذا يصنع يصنعوا بهم إلى دوما إلى حرستا إلى حلبة الشرقية إلى دير الزور إلى جزء من درعا، سلوا سلوا هؤلاء الناس الذين هربوا منهم، لماذا فتح رسول الله مكة؟ هل فتحها ليدخل أهل مكة في الإسلام؟ هل لينشر الإسلام في مكة وليجبر أهلها على الإسلام؟ لا، قبل سنتين بعد غزوه الخندق وبعد ان اجلى بني قريظه وبني قينقاع من المدينه المنوره لانهم خانوا العهد ما اجلاهم لانهم يهود ولا قاتلهم لانهم يهود انما وثيقه المدينه المنوره ان يحموه ويحميهم فلما كانت غزوه الخندق غدروا به فوقفوا مع قريش ضده فاذا كانت عمليه اخراجهم والانتقام منهم لانهم خانوا الوثيقه، خانوا القانون. فبعد ان قوي صلى الله عليه وسلم اراد <applause> ان يعتمر. والبيت الحرام وضعه ابراهيم لكل المؤمنين. لبس ثوب الاحرام واخذ معه 1300 من اصحابه وقال نذهب الى مكه ونطوف ونعود، ولا نؤذي قريشا، ولا نهدم اصنامها، ولا نقترب من الهتها، دعوهم. نذهب لعمرة ثم نعود. وصل على بعد 17 كيلو متر من مكة ومشيا على الأقدام أو على الناقة يعني 400 كيلو متر وخرجت مكة بسلاحها قريش ممنوع تدخل على مكة يا أخي لم آتي لأغير دينكم. لم آتي لأحطم أصنامكم البيت بيت إبراهيم وهو بيت الله عز وجل إنما جئت أطوف وأسعى وأعود إلى المدينة. قالوا لن تدخل علينا لا يمكن ان تدخل علينا وصارت مفاوضات والصحابه يريدون القتال ويريدون الدخول ولكن بعد مفاوضات رضي بكتابه معاهده كوثيقه المدينه المنوره بينه وبين قريش الوثيقه من اشد الوثائق اجحافا اولا كتب بسم الله الرحمن الرحيم وكان الكاتب سيدنا علي بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو ممثلا عن قريش قال سهيل واقف امحي الرحمن الرحيم قل باسمك اللهم وامحي كلمه رسول الله محمد بن عبد الله لو عرفناك رسولا لامنا بك سيدنا علي وضع يده على السيف ليضرب عنق سهيل بن عمرو وعمر اراد ان يقوم فيقتله فقال رسول الله أمحها يا علي علي لا يغضب النبي ولكن لا يستطيع ويتجرأ أن يمحي كلمة محمد رسول الله فقال يا رسول الله لا أستطيع ما بحسن بمحيها قال ضع يدي عليها وضع رسول الله أصبع عليها ومحاها ثم طلع في علي وقال نظر فيه ستدعى لمثلها وتجيب أنت الآن خلفني علي يعني ما مسحتها ستدعى لمثلها وتجيب بعد 45 سنة جلس عمرو بن العاص سيدنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ليكتبوا وثيقة الصلح بين معاوية وسيدنا علي كتب هذا ما عاهد علي أمير المؤمنين معاوية قال عمرو أمحوا أمير المؤمنين رفض جند علي كلهم أن يمحوا أمير المؤمنين فسأخذ سيدنا علي الوثيقة وبدأ يمسح أمير المؤمنين ودمعت عيناه قال قال لي رسول الله ستدعى لمثلها وتجيب فأنا ما محيت هذيك ومحيت هذه إذا الرسول صلى الله عليه وفي شرطين أبو هادي لا يستوعبان الآن حتى اليوم أنا ما بستوعب لولا أنني أؤمن أن الرسول ينزل الله عليه وحيا هذا الشرط الأول وهي بقول الذين يجبرون الناس على الإسلام قالوا للنبي شرط إذا أسلم واحد من أهل مكة ثم جاء متجئا للمدينة فعلى النبي أن يعتقله ويرده إلى مكة وإذا ارتد واحد من المسلمين من المدينة فعلى النبي أن يرسله إلى مكة هذا أجحب. أقول لهؤلاء المجاهدين لماذا رضي النبي بهذا لأنه لا يريد القتل ولا يريد مسلما بالعصا فمسلم بده يرتد عمره وإن شاء الله يرتد ومسلم يأتي إلى المدينة هاربا من قومه وفي معاهدة بينه وبين النبي فالنبي بينفذ المعاهدة وبرد المسلمين المسلم فقد وصل مسلم هرب من مكة إلى المدينة والتجأ إلى النبي فلحقه اثنان من شرطة العدو ووصلوا إلى المدينة وقالوا رده إلينا رده إلينا في معاهدة بيننا وبينك فقال النبي أبو بصير رضي الله عنه قال عد معهم قال يا رسول الله إن عدت سيقتلونني قال بيني وبينهم عهد يا أبا بصير سيجعل الله لك فرجا ومخرجا الله بعث لك فرج ولكن عد كم من معاهدات كتبناها مع هؤلاء للصلح ولما بدأنا الصلح نقضوا عهدهم حادثة جرت معي يوم خطفوا أخي وتصالحت معهم رجعوا خطفوا مرة ثانية لا عهد عندهم لا وعد عندهم وكله باسم الاسلام والنبي يرد مسلما لانه لا يريد ان ينقض العهد فجروا اطفالنا في كفرية والفوعه نعم فجروا الاطفال يوم في في ابواب حلب ارسلوا من يفجر بالسياره ومع اننا نقوم بعمليه الصلح فهؤلاء غدره قتله لا علاقه لهم بالاسلام ليست هذه صوره الاسلام يا ابناء العالم لا هؤلاء لا يصورون اسلاما هؤلاء يصورون انفسهم وهمجيتهم لذلك قال له ارجع يا ابو صير ورجع ابو صير معهم وبعد ان رجع بعد يومين ثلاثه جلس يتعشى مع الجنديين فاروه سيفا وقالوا هذا اعددناه لرقبه محمد فاخذ السيف منهم وقتلهم وصعد الى الجبال وما عاد الى المدينه رضي الرسول بهذه المعاهده وعاد إلى المدينة وما دخل مكة وما طاف ولا سعى من أبواب مكة عاد بعد سنة هنالك قبيلة دخلت في حلف النبي كانوا في مكة ينامون ليلا بنو خزاعة قامت قريش بتحالف مع بني بكر بن وائل فقتلوا بني خزاعة في الليل وهم في الحرم بل تعلقوا بأستار الكعبة وقتلوهم هنا الحلف قريش حالفت اليوم هذه الاحلاف التي جرت في الرياض بين امريكا وبين قاده عالم اسلامي ضد من؟ ضد من قامت هذه الاحلاف؟ هذه الاسلحه التي تشترى الان من اخوتنا من دول الخليج ضد من؟ هم لا يقاتلون في فلسطين ويعتبرون من يقاتل في فلسطين مغامرون طيب ضد من هذه الاسلحه؟ إيران بلد إسلامي ما على أحد العراق ما على أحد سوريا ما اعتدت على أحد لمن هذه الاسلحة تجمعونها أليست خردة ستكون عندكم يوما ما لماذا كل هذا يجربونها في اليمن الآن فالنبي صلى الله عليه وآله اليمن هذه الأسلحة لتدمير اليمن ألف إنسان ماتوا خلال أسبوع بالكوليرا مئة ألف الآن داخل الكوليرا وأسرعت بلاد العالم لترسل طعاما إلى قطر لأنها حصرت من فقرها دول العالم ترسل طائرات ورئيس دولة إسلامية يظهر اليوم في التلفاز يقول إن حصار قطر يخالف الإسلام أين كنت يوم حوصرت حلب لثلاث سنوات وحصرت الفوع وكفرية وأكلوا ورق الشجر من الأرض أين كنت أيها المسلم الذي غرت الآن على شعب قطر؟ ولم تغر يوماً على شعب فلسطين؟ يوم في غزة أكلوا ورق الشجر، وفي الضفة أكلوا ورق الشجر، وفي سوريا أسرقتموهم وفي دير الزور ونلقي لهم الطعام من الطائرة وأنت ترسل فوراً سبع طائرات من عندك فيها حليب وسمن وزيت لإخوتنا في قطر مشان ما يجوعوا؟ أما تخشى الله؟ وأنت تستعمل الاسلام هذا الاستعمال وتقول انه في الاسلام لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وصله الخبر ان السلام الجماعه نقضوا العهد وقتلوا هؤلاء الناس. وجاءه شاعر وقف عباب المسجد يبكي من بني بني خزاعه وقال اللهم اني ناشد محمدا حلف ابينا وابيه الاتلدا ان قريشا اخلفوك الموعدا ونقضوا ميثاقك المؤكدا هم بيتون في الوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا فخرج النبي يمشي بلا حذاء وقد سقط رداءه ويبكي ويقول لا نصرني الله إن لم أنصركم يا بني خزاعة لا نصركم الله يا حكام العرب إن لم تنصروا فلسطين واليمن وتخفوا مع سوريا لا نصركم الله وأنتم ترون كل المقاومة تقتل بأيديكم ليبقى بنو صهيون أعزة وتجعل من سوريا ومن اليمن ومن المقاومة ومن العراق أذلة ولكن لن يذلنا الله نعم لا نصرني الله إن لم أنصر ولا نصر الله قوما لا ينصرون فلسطين وسوريا اليوم وكل المقاومة التي لا ترضى بالصهاينة وهيأ جيشه واتجه إلى مكة وكان أول أسير بين يديه قائد قوات المشركين أبو سفيان أسره على بعد 18 كيلو متر من مكة جاء عمر يقول اضرب عنقه يا رسول الله أبو سفيان قال مه يا عمر لنعرض عليه الإسلام نقض العهد قتل من بني خزاعة فعل أحد فعل بدر وقع بين يديك أقول لهؤلاء الذين يقتلون الناس في الرقة وفي دير الزور وفي الموصل ويرسلون الأطفال ليكونوا دروع بشرية أي دين هذا؟ لما فعلتم بالأزيديات فبعتموهم بالأسواق؟ ماذا فعلتم بكنائس الموصل التاريخية وبمساجدها ودمرتموها؟ من هذا الإسلام الذي تمثلونه؟ لا تمثلون إلا أنفسكم جاء بأبي سفيان وقال يا أبا سفيان أما أنا لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله بلطف قال والله لو كان معه أحد لأنجاني منك اليوم يا محمد قال أما أنا لك أن تعلم أني رسول الله لو كان يخاف من ظلمه لقال لا أو قال نعم قال يا محمد أما هذه ففي النفس منها شيء يعني ما راح أقوله ما راح فقال العباس ويحك يا أبا سفيان قلها لتخلص من عمر وليس من النبي فقال وانك رسول الله فوقف النبي وقال عد يا ابا سفيان الى مكه وقل لاهل مكه من دخل الحرم فهو امن، من دخل دارك فهو امن، من دخل بيته فهو امن، يا من دخلتم على البيوت والحرمات وسرقتموها باسم الاسلام باسم الدين باسم الجهاد اي جهاد هذا؟ اقراوا فتح مكه دخل رسول الله الى مكه ونظفها من الاوثان واجتمع امامه من قتلوه وقاتلوه ومن قتلوا اصحابه وقفوا امامه وهو ينظر اليهم كلمه من فمه تحيلهم كلهم الى الاعدام ويستحقون الاعدام فقال ما تظنون اني فاعل بكم قالوا اخ كريم وابن اخ كريم قال اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم اقول لكم كما قال اخي يوسف يغفر الله لكم ما اجبر واحدا على الاسلام نزل ليطوف بعد ان عفى عنهم نزل ليطوف واذ بواحد اسمه فضاله اقترب منه وفي يده خنجر اراد ان يطعنه من ذلك بعد العفو بعد العفو فالتفت النبي وقال فضاله قال نعم يا رسول الله يا محمد بسم مسلم قال ماذا تحدث نفسك قال اطوف قال تريد ان تقول انا ساقتله الان انا ساقتله الان قال لا قال كنت هكذا تحدث اقترب قال فظننت انه سيضرب عنقي فوضع يده على صدري وقال اللهم اشرح صدر فضاله للاسلام قال وضع يده على صدري وانه لا اعدى اعدائي ولاكره الناس الي ورفع يده وانه لاحب لا الناس الي هذا هو الخطاب للنبي فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر سوريا اليوم مع ذكرى البدر وذكرى فتح مكه رمضان بعد ست سنوات يزغرد في دمشق ويزغرد في حلب ويزغرد في أرجائها وسلاما لك أيتها الرقة وسلاما يا دير الزور ووعدا يا إدلب ووعدا يا درعا ووعدا يا إخوتنا جميعا في أرض سوريا لن يكون رمضان القادم إلا وسوريا تنعم بأمان وسلام بل أعتقد إن شاء الله عيد قادم إن شاء الله. إلا وسوريا بنصر وهذا اللقاء الذي أردتني أن أتحدث عنه أخي أبا هادي لقاء الأحبة على الحدود العراقية السورية أكثر المتفائلين لم يكن يتوقع بهذه السرعة بهذه أنا أرسل رسالة إلى الحكام العرب اللي كانوا خايفين من هذا اللقاء وقبل عشر سنين قبل عشر سنين قالوا إن حاف أكثر 15 سنة أن حافظ الأسد والخامنائي يريدون هلالا والعراقيون يريدون هلالا شيعيا نقول لحكام العرب جميعا ان الشعوب شعوب مسلمه ان كانت سنه او شيعة او موحدون او اسماعيليون او علويون او علمانيون او ملحدون او مسلمون او مسيحيون ان امه هذه الامه حملت رسالات السماء لا ليقتل بعضها بعضا لا مذهبيا ولا طائفيا فالحدود التي فتحت بالامس بيننا وبين العراق أبشركم ستفتح إلى طهران إلى موسكو إلى الأستانه لأننا أمة واحدة وشعوبنا واحدة وإن اختلفنا مذهبيا أو طائفيا ولكننا مع بعضنا مع الحق ومع المستضعفين في الأرض فلا هلال شيعي ولا هلال سني إنما نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فتعالوا يا حكام العرب فنحن حزنا حزنا على ما يحدث اليوم بدول الخليج نحن لا نتشفى في سوريا إنما نقول وحدوا كلمتكم ففلسطين تنتظركم جميعا وكرامتكم يا عرب تهمنا جميعا ونحن لم نطأطئ الرأس في سوريا ورفعناه بعزة من الله ومدد من الله وقد قال الله تعالى لنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فكنا أعزة بمدد من الله حينما كان الله هو الحامي لسوريا واليوم نفتح قلوبنا لكل أبناء سوريا الذين حملوا السلاح نقول انظروا ماذا فعلنا بالوعر وبحلب الشرقية وبكل المدن التي ألقى أبناؤها السلاح واحتضنهم الوطن واحتضنوه أقول لمن هم خارج سوريا من أبناء سوريا من أصحاب الأموال: عودوا بأموالكم لسوريا فأموالكم بسوريا عز لكم وأموالكم خارج سوريا أنتم في ذل لها، أنتم في ذل حتى يرضاكم الغريب في أموالكم ولكن في بلدكم أنتم أعزه، عودوا إلى هذا الوطن الذي باركته السماء وحفظته عناية الرحمن والعراق وسوريا وإيران والمقاومة لا تخافوا منهم انهم حصن لكم ايها الامة العربية والاسلامية بكل اطيافها وبنوها نحن سنكون الحصن الواقي باذن الله وبمدد الله ولن نتشفى باحد لا من العرب ولا من المسلمين ولا من غيرهم اذا صار عندهم قتل او صار عندهم حصار فسنمد يدنا بالعطاء لهم فقد وقفنا مع شعب فلسطين، ووقفنا مع شعب لبنان، ووقفنا مع اخوتنا في العراق، ووقفنا مع الثوره الجزائريه، ووقفنا مع المصريين، وقفنا مع الجميع، وسنبقى كذلك لان الله جعل سوريا موئلا لكل من يريد الحق، فهذا وعد الحبيب صلى الله عليه وسلم لذاك الصحابي الذي قال له: كن مع جند الشام. جند الشام نحن وليس الذين زوروا هذا الاسم وأخذوه ليقتلوا أبناء الشام نحن جند الشام الذين في رباط إلى يوم القيامة ولا يظهر منافقوها على مؤمنيها لذلك كل عام وبدر ممكن. مشرقة في بلادنا في سوريا في اليمن الحبيب في القدس التي لن ننساها مهما فعلوا لأنها محورنا ونقول لهم ما يحدث عندكم في الغرب من قتل من اغتيالات نحن نرفضه باي شكل وما حدث بالامس في ايران وما حدث في موسكو وفي بطرسبورغ نحن ضد هذه الافعال لا تمثل اسلاما ونحزن على من قتل من ابنائهم فنحن لا نرضى الا ان نحاور الناس كما حاورهم الله نقول لأهل الديانات الوضعيه البوذيين الهندوس غيرهم نقول لكم دينكم ولي دين لا اجبركم ولا تجبروني واقول للمسيحيين واليهود يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله فالاله الذي نعبده في التوراه والانجيل والقران واحد فلا نكذب على الله فما وعد الله يهوديا بفلسطين ولا مسلما بمكه ولا مسيحيا ببيت لحم انما وعدنا بالسماء اذا احسننا في الارض ان يكون لنا بيت الرضا في السماء هذا هو الوعد الذي وعدنا الله اياه لذلك سوريا اخي ابي هاد ابا هادي من خلال فضائياتها لا. ومن خلال احاديثكم وحواراتكم ارسلتم اجمل رساله يكفي ما يقال عن الفضائيات الاخرى اليوم التي كانت تملك الشارع العربي واليوم يقول عنها الشارع العربي أنها كانت مستأجرة وكانت تدمر الشارع العربي فما كان إعلامنا إلا لتوحيد الصف العربي فما من عادة قادتنا أن يشتموا فما شتم حافظ الأسد أحدا وما شتم الرئيس بشار, الأحد بشار الأسد أحدا وما شتمت منابرنا أحدا وأرجو من كل الأخوة الخطباء على المنابر أن يكون الدعاء لهذه الأمة بالإصلاح لا بالشتيمة ولا بالإذلال لكل أبناء أمتنا والله الموفق. شكرا لكم صاحب السماحة على هذا الحوار كل عام وأنتم بخير إن شاء الله يا رب الأمن والأمان لكل بلدان العربية والإسلامية ولكل العالم شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم جميعا. شكرا لكم أيضا مشاهدينا الكرام كل عام وأنتم بخير كنا معكم في هذا الحوار بهذا الكلام السمح الجميل. مع صاحب السماحه مفتي الجمهوريه العربيه السوريه فضيله الشيخ الدكتور احمد بدر حسون ان شاء الله يا رب رمضان القادم ياتي ونحن لا العيد القادم العيد الاضحى عيد الاضحى ان شاء الله العيد الاضحى القادم ان شاء الله نحرر سويه القائم والبكمال نحرر سويه باقي اراضينا في سوريا والعراق واليمن واليمن باذن الله وفلسطين ونمشي الى فلسطين فيما بعد ذلك باذن الله رحم الله شهداءنا ورحمنا بهم حياكم الله